السلام عليكم. افضل برنامجين عشان تسجل اللي بيحصل على الشاشه لو انت بتعمل دروس شرح او كده، او بي اس ستوديو، وده انا بشتغل بيه كتير. تمام، في ميزه هنا الريستريم، ساعات بستخدمه عشان ابث حاجات من على الكمبيوتر للفيسبوك واليوتيوب والحاجات دي. طيب، في ميزه هنا ان انت ممكن تقول له ان انا عايز اسجل الشاشه او ان انا اسجل اللي بيحصل هنا. ممكن تقول له ويندو كابتشر وساعتها تختار اوكي. ممكن تقول له انا عايز مثلا اسجل الديسبلاي، اي حاجه تحصل على الشاشه هتحصل. الويندوز دي بيسجل نافذه واحده، بيسجل مثلا زوم او حاجه زي كده. زائد ان انت ممكن تقول له انا عايز احط مثلا اللوجو بتاعي. تمام، طيب اللوجو ده عشان يظهر هو خلي هو اللي فوق بالشكل دوت. فاي حاجه تحصل هتقول له ستارت ريكوردنج، هيبدا يسجل الشاشه. ستارت ستريمنج، هيبدا يبث على الفيسبوك والتويتر والحاجات ديت. بس لازم تدخل هنا سيتنج وتاكد ستريم. انا ببث هنا على موقع اسمه restream.io، وده اللي احنا بنستخدمه في بيم اريبيا. وممكن تبص على اليوتيوب او الفيسبوك او تويتر، وفي موقع اسمه تويتش ده بتاع العاب. تمام، انا عامل حساب وبص عليه بس ما فهمش فيه يعني. طيب، البرنامج التاني برضو اللي ممكن تسجل على الشاشه وهو مجاني تماما، اللي هو كام استوديو، تقدر تحمله وتشتغل عليه، وهو قريب من كامتازيا، قريب يعني اقل بكتير من كامتازيا، لكن الميزه بتاعته ان هو مجاني واوبن سورس.